الأمر أشبه بقصة مرعبة من حقبة ماضية. شبح وحش يقتل الناس من دون إنذار. باستثناء أن القصة حقيقية في أحد البلدان الأفريقية اليوم. هنا هنا بيدي بار في أوغندا ليساعد على الإمساك بتمساح من أكلة البشر وعلى إنقاذ قرية من قبضته. هنا هذا اختبار بالغ الأهمية بالنسبة إليه. إنقاذ الأرواح أمر حيوي، لكن هل يستطيع أيضا إنقاذ حيوان مدفوع لقتل بشر من أجل البقاء؟ على مدى سنوات ألحق قاتل الأذى بقرية على شاطئ بحيرة في أوغندا، فطاف في هدوء بحثا عن فريسة، ثم في هنيرة ضرب ضربته. حصل صراع شرس وعلى صراخ مسعور، ثم زاد الصمت. إنه كابوس غالبا ما تكرر، ووضع ميؤوس منه استدعى حضور الخبير في التماسيح بريدي بار إلى قرية نموني للمساعدة على الإمساك بآكل بشر. هؤلاء الأشخاص مرتبطون بهذه البحيرة من أجل الماء، لغسل الملابس وصيد الأسماك والاستحمام، لكن حين يأتون إلى البحيرة يمكن أن يصطفوا استعدادا لمجزرة. مجزرة أكثر إيلاما من أن تؤخذ بالحسبان. تفيد روايات بوقوع ضحايا كثيرة. مع ذلك في القرى المحلية تتحدث القصص المتداولة شفهيا عن عدد أكبر من الأشخاص، من أفراد العائلات والأصدقاء والجيران الذين وقعوا ضحية الوحوش المختبئة في البحيرة. إن الإمساك بهذه الحيوانات سينقذ أرواحا بشرية. في نموني يزود بيتر أوغوانغ الحارس في دائرة الحياة البرية في أوغندا صديقه بريدي بآخر المعلومات. هذه منطقة مشاكل، فهم يواجهون مشكلة مع تماسيح آكلة للبشر تقتل السكان المحليين. قرية نموني من القرى التي أبلغت عن وجود تماسيح مشاغبة أو آكلة للبشر في المنطقة. أجل، قتل أكثر من 20 شخصا ومعظمهم من الصيادين، فيما بعضهم نساء ذهبن لإحضار الماء والأولاد. أولاد، هذا مأساوي. نعم، هذه قرية صيادين، لذا تتمحور حياة هؤلاء الأشخاص حقا حول الماء. مما يضعهم تحت رحمة حيوان مفترس قاتل، فيما الوضع بالغ الخطورة يحتاج بريدي وبيتر إلى فريق للإمساك بآكل بشر. لتحقيق هذا الهدف يغادران نموني متوجهين إلى متنزه شلالات ميرتشسون الوطني على ضفة نهر النيل إلى شمال غرب أوغندا. إنها محمية حياة برية تستخدم أيضا لتدريب الحراس، وهي المكان الذي أخضع فيه بريدي بيتر لدورة تدريبية مكثفة في الإمساك بالتماسيح منذ 6 سنوات. تعال وأمسك به. في تلك الحقبة كان بيتر من الحراس الأوائل الذين اختيروا للعمل في وحدة السيطرة على التماسيح المشاغبة في أوغندا. أخرجه أخرجه، هل أمسكت به؟ لكنه احتاج إلى خبرة ميدانية. شد بقوة بسرعة. اقفز على عنقه، اقفز على عنقه، لا يستطيع النيل منك. هيا هيا هيا. منذ ذلك الحين أشرف بيتر على أسر أكثر من 20 تمساحا. اليوم وصلت مجموعة جديدة من المتدربين إلى المتنزه للتعرف ببريدي. لدينا هنا ريتشارد. ريتشارد بريدي. جون فيشر. تطوع كل واحد منهم للانضمام إلى بريدي وبيتر للاطلاع بالمهمة في بحيرة فيكتوريا، رغم أنهم لا يملكون خبرة كبيرة في الإمساك بالتماسيح. لنستقل القوارب ونرحل عن هنا. إنهم يعرفون بالضحايا الذين وقعوا في القرى ويريدون مد يد العون. سيدربهم بريدي وبيتر على التعامل على نحو آمن مع تمساح بعد الإمساك به. لكن في البدء سيحتاج بريدي إلى الإمساك بتمساح ليتدرب عليه، ويجب أن يقوم بذلك في أسرع وقت ممكن. تؤوي هذه المنطقة أكثر من 1100 تمساح تعيش على طول 32 كيلومترا من الخط الساحلي لنهر النيل.
لكن على الرغم من الأعداد الكبيرة إلا أن الإمساك بواحد ليس بالأمر السهل، فالتماسيح خبيرة في المراوغة. هيا هيا هيا، هذا تمساح هائل. حين يرى المرء واحدا يجب أن يتحرك بسرعة. يثبت لكم هذا صعوبة الإمساك بتماسيح خلال ساعات النهار. هذا بالغ الصعوبة، يكاد يكون مستحيلا، فمن الصعب حقا أن نقترب منها بما فيه الكفاية لنحاول حتى الإمساك بها. التماسيح استحواذية لموطنها وتميل إلى البقاء على مقربة منه، فلنذهب إلى هناك. لذا قرر بريدي أن ينصب فخا حيث نزل الحيوان إلى الماء. سنربط حبلا بهذه الشجرة ونضع الأنشوطة هناك. إنه يري الحراس تقنية أساسية للإمساك بالتماسيح. أستطيع شمها. تقنية يحتمل أن يستخدموها حين يطاردون آكل بشر. حسنا يا شباب، سننصب فخا ونأمل أن يقع التمساح فيه. ما من طعم، لنحضر حبلا وأنشوطة ونباشر ذلك. لا يجهز بريد الفخ بطعم لتفادي إغراء أحد الحيوانات الأخرى في المتنزه كأسد أو نمر ولإيقاعه في الفخ. فلنجعله كبيرا قدر المستطاع، ربما نستطيع أن نعرف إن كان التمساح يأتي ويذهب من هنا. سنضعه هكذا. أقترح أن نضعه هنا. هنا؟ يتألف الشرك من أنشوطة سلكية مربوطة بشجرة بواسطة حبل، تتشبث بجسم التمساح فيما يزحف على الأرض. تثبت الأنشوطة بإحكام لمنع الحيوان من الحركة. حسناً، الفخ في موضعه المناسب. رأينا ذلك التمساح العملاق يغادر الموقع الذي تشمس فيه، وحين رآنا هبط من أعلى هذه التلة. لقد ثبتنا فخنا في المكان الذي نعتقد أنه سيخرج منه. إذا حلفنا الحظ فقد نعود لاحقاً ونجد هذا التمساح عالقاً في الفخ. إنه مربوط بالشجرة ومجهز بحبل طويل يسمح له بالنزول إلى الماء. لنعد إلى القوارب ونرحل. بحثوا ساعات عن تماسيح على طول الخط الساحلي من دون أن يروا واحدا آخر. هذا المكان هنا. عند الظهيرة اصطحب بريدي وبيتر الفريق إلى داخل البلاد، إلى مكان يذكرانه من 6 سنوات. يصعب علينا إيجاد التماسيح. في المرة الأخيرة التي كنا فيها هنا وجدناها على مسافة بعيدة من المياه، لذا نعتقد أن الحظ سيحالفنا أيضا هذه المرة. لكننا يجب أن نتوخى الحذر، يمكن أن تكون في أي مكان هنا. تجسد المخلوقات التي يبحثون عنها ذروة البقاء. تماسيح النيل هي إحدى الحيوانات المفترسة الأشرس في الطبيعة، وهي من الحيوانات الأكثر فتكاً على الكوكب. إنه قاتل يهاجم من مكمنه، وهو متكيف تماماً ليصطاد في الماء. تظل عيناه وأذناه ومنخراه فوق سطح الماء، لذا فإن حواس التمساح في حالة يقظة قصوى فيما تغمر المياه جسمه بأكمله. تعني هذه الوضعية المخادعة أن بوسع آكل البشر العملاق حتى في بحيرة فيكتوريا أن يظل متواريا على نحو شبه كامل عن أنظار ضحيته حتى يضرب ضربته. تتجاوز قوة عضته 1300 كيلوغرام، ويستطيع فكاه أن يقطع حقا ضحيته إلى نصفين، سواء كانت حمار زرد عند ثقب مائي أو قرويين على طول الخط الساحلي. عند غروب الشمس لم يكونوا قد أمسكوا بتمساح بعد. لنتابع السير. استمر بحثهم في الليل حين تخرج الحيوانات للبحث عن غذاء. ما لم يمسك بريدي بواحد لتدريب الحراس فلن يستطيع مطاردة آكل بشر في بحيرة فيكتوريا. تمساح؟ نعم هناك، هل ترى؟ التمساح الكبير إنه تحت الشجرة. حسنا، هذا جيد. إنه يهرب. خرج التمساح من الفخ وابتعد بسرعة، تاركا بريدي صفر اليدين. هل يمكنك أن تصدق حظنا العاثر؟ لكنني أظن أن الليلة ستكون موفقة. الجو حار، أظن أن التماسيح على اليابسة.
بعد ساعات من الصيد أمسك بريدي أخيرا بتمساحه الأول، وهو تمساح صغير مطواع سيقدمه في إطار لعبة للأولاد على محطة ناشونال جيوغرافيك على الإنترنت. مرحبا يا جامعي الحيوانات، أنا دكتور بريدي بار. انظروا إلى هذا، على الكوكب قاطران فحسب وأربعة عشر نوع من التماسيح، ولكن التماسيح خطرة. لهذا السبب يجب أن تتوخوا الحذر حين تمسكون بالتماسيح بصرف النظر عن حجمها. كان هذا تمساحا صغيرا لكنه عضني بقوة. تعلمت درسي، في المرة القادمة لن أكون بهذه اللامبالاة حين أحمل تمساحا صغيرا. أنا جاهز للتوقف الليلة، نحن هنا منذ حوالي خمس ساعات. كانت الليلة مخيبة للأمل ومحرجة، فاتتنا فرص كثيرة وعضني تمساح صغير. لا شك أن هؤلاء الحراس في حالة دهشة ويتساءلون، هذا الرجل معلمنا. لا أعرف سوى أن الوضع في غاية السوء، غدا يوم آخر. اليوم الثاني على نهر النيل في أوغندا. إلى أن يمسك بريدي بتمساح هنا، لا يستطيع أن يعلم حراس الحياة البرية الشبان المهارات اللازمة لمساعدته على الإمساك بآكل بشر في بحيرة فيكتوريا. وفي الوقت الحاضر لا تبدو الأمور على أفضل ما يرام. للتماسيح حواس مذهلة، إذ تتمتع بحاسة بصر وشم رائعتين. نعم، يصعب خداعها، فهي مطلعة اطلاعا كبيرا على كل شيء في بيئتها. إذن سيجرب بريدي تقنية استقاها من دليل تهرب التمساح نفسه. أردت لسنوات أن أجرب هذه التقنية الاستثنائية الجنونية للإمساك بتماسيح. ارتدت مدرسة القناصة ودربني خبراء على فن التمويه. سأجربه هذا الصباح. لا نستطيع الاكتفاء بتمويه أنفسنا، علينا أن نموه كل شيء، العمود والحبل والفخ. يجب أن يغطى كل شيء بشيء يبدو طبيعيا. قد لا ينجح هذا حتى، وقد لا أعزو فضلا كافيا للتماسيح. قد تقول في الحال، ما هذا؟ هذا إنسان مموه متمدد تحت شجرة في الموقع الذي أتشمس فيه، لن أذهب إلى هناك. نحن نستعد لاكتشاف الأمر. سيختفي بريدي بار. أصبحت الآن جزء من الأجمة، ونحن جاهزون للإمساك بتماسيح عملاقة. سيقصد بريدي موقعا رأوا فيه البارحة آثار نشاط تماسيح. النبات الطبيعي هو الأمر المهم. سأغرز هذا هنا هكذا. حسناً. هذا جيد. سأتمدد هنا بهدوء بالغ لساعتين ربما. فيما استلقى بريدي بكل هدوء، انتظر الحراس على متن قارب على الخط الساحلي، وانتظروا. بعد ساعتين لم يكن بريدي قد خدع تمساحا واحدا بعد. لا جدوى من الاستمرار في ذلك. ربما لا أعطي هذه التماسيح فضلا كافيا. أعتقد أننا لا نبقى على هذا الكوكب 200 مليون سنة بالتكاسل والتصرف بغباوة. التماسيح الكبيرة، هل ترونها؟ تابعوا المسير بسرعة بسرعة. على طول نهر النيل يحتاج بريدي إلى الإمساك بتمساح قريبا. قلنا بسرعة، وإلا فلن يستطيع تدريب الحراس على مساعدته على اصطياد آكل بشر. في النهار الحرارة أشد من أن تظل التماسيح في الشمس، لذا تزحف على اليابسة تحت هذه الأشجار الظليلة، ونشعر بتوتر كبير حين نأتي للبحث عنها. هل رأيت واحدا؟ ذهب هذا إلى الخلف هناك، إنه هنا. نعم تعال، إنه هنا، انظر. سأبقى خلفك، كن حذراً.
انتبه إلى نفسك، انتبه انتبه. أحضر الحبل بيتر، ساعدني على التمسك بالحبل، ساعدني. أمسكته؟ أخيرا يمكن أن يبدأ تدريب الحراس الشبان المتحمسين. مهلا، تعالوا إلى هنا، دعوه يتدحرج. أمسكوا بالحبل يا شباب. أمسكت به، هذا تمساح مناسب، سنلقي محاضرتنا عنه. أريد أن أحاول الإمساك بالفك العلوي لنتمكن من السيطرة عليه على نحو أفضل. مرروه خلف الأسنان وشدوه. تتمثل مهمة الحراس في استخدام الحبل للسيطرة على التمساح ليتمكن بريدي من القفز على ظهره وتثبيت فكيه، لكن الأمر ليس سهلا لأن الحيوان يتدحرج. بيتر اترك هذا، دعني أمسك بهذا يا بيتر، ساعدني على القفز على الذيل. دعه يتدحرج حين يفعل. حسنا، أمسك بالأقدام. شد من هناك. حسنا، أمسك بها جيدا، شد معي، شد جيدا. شد معي، إنه يعتذر. سنستخدمه للقيام ببعض الأعمال هنا، سأريكم ما تستطيعون وما لا تستطيعون أن تفعلوه بهذا الحيوان. سنرفعه لكن لا ترفعوه من أقدامه. سأمسك بالرأس لأنه الجزء الأخطر، لكن توخوا الحذر، لا تدعوا الرأس يتمايل وينال منكم. واحد، اثنان، ثلاثة، هيا. جيد، لنرفع هذا الفخ. جيد، ضعوه هنا. من البداية ركز بريدي في كلامه على سلامة الحراس والتمساح. كما رأيتم كان تثبيت هذين الفكين الأمر الأول الذي قمنا به حين ربطناه بحبل. إذا أمسك بأي شيء فستخسرونه. إذا أمسك بذراعكم فسيتدحرج ويمزقها إذا لم يعضها ويبترها. لكن حتى إذا أوثقنا فكيه وأغلقناهما يظل الوضع بالغ الخطورة، لأنه سيدير رأسه على هذا النحو، سيضرب وجهكم ويحطم أسنانكم. هذا عظم. لدى التمساح منطقتان خطيرتان، تمتد الأولى من هنا وصولا إلى هنا وهنا أيضا. المنطقة الخطيرة الأخرى هي في الخلف بالقرب من الذيل. الآن التمساح متوتر ومرتبك وخائف، لذا نغطي العينين هكذا لأن لذلك أثرا مهدئا على الحيوان. حسنا، لندحرجه باتجاهنا. هل أنتم جاهزون؟ واحد، اثنان، ثلاثة، دحرجوه. بعد ذلك يعطي بريدي درسا سريعا في بيولوجيا التمساح. هل تجيدون تحديد جنس التمساح؟ هذه هي الفتحة. هل تعرفون أن لكل الزواحف فتحة واحدة فحسب؟ تدخلون إصبعكم فيها، وإذا شعرتم بأمر ما يكون التمساح ذكرا، لأن هذا سيكون عضوا ذكريا، لكنه سيكون أنثى إذا لم تشعروا بوجود أي شيء. هل تشعرون بأي شيء؟ نعم، إنها أنثى، لا شيء لديها لتشعروا به. طوال الوقت يشدد بريدي على السيطرة على الوضع واحترام فكي التمساح احتراما كبيرا. إن كانت هذه يدكم فقد خسرتموها للتو. أرجوكم إذا لم أعلمكم أي شيء آخر فلا أريدكم أن تتذكروا سوى الابتعاد عن تلك المنطقة الخطيرة، لأنني لا أريد أن يرسل إلي بيتر رسالة إلكترونية بعد أشهر من الآن ليبلغني أن ليتل جون دخل إلى المنطقة الخطيرة وخسر يده. سأثبت الفكين وأغلقهما وسأحملكم على القدوم لإلصاقهما هنا خلف الأنف، لكن إذا بدأ بالمقاومة فابتعدوا عن طريقه. ألا تغلق العينين؟ إغلاق العينين فكرة جيدة، لن أفعل قبل أن أصبح جاهزا. بالنسبة إلى الحارس العديم الخبرة، تستطيع المهمات الأبسط أن تتسبب بأخطاء باهظة الثمن. مهلا مهلا، إصبعي في الداخل، لا تغطي المنخرين. رائع، قمت بأمور كثيرة مع التماسيح على مر السنين، لكن هذا هو الأمر الأكثر إرضاء الذي قمت به يوما، لأن ما أعلمه لهؤلاء الشبان ينقذ أرواحا. بتدريب الحراس الآن يجهز بريدي الجيل الجديد من صيادي التماسيح للذهاب إلى قرى مثل ناموني والحؤول دون وقوع مآس في المستقبل.
هذا التمساح أكبر مما اعتقد، يبلغ طوله 3 أمتار و50 سنتيمترا. لعملية الإمساك به ونقله إلى مكان آخر جزء أخير. سأريكم وبيتر كيف نطلق سراح تمساح، وهذا هو الجزء الأخطر في العملية بأكملها. عادة نعد حتى 3 ثم نقفز، هل أنتم جاهزون؟ نعم. 1 2 3. سيعود فورا إلى الماء. أترون هذا؟ هذا رائع، هيا بنا. هكذا نطلق سراح تمساح بكل أمان. أحسنت بيتر، أبليتم كلكم بلاء حسنا. تعرفون الآن ماذا يجب أن نفعل، لنذهب ونمسك بتمساح أكبر، هيا. هبط الليل على شلالات ميرتشسن. بعدما أمسك حراس الحياة البرية بتمساح، بلغوا منتصف الطريق في فترة تدريبهم. قبل البحث عن آكل بشر في بحيرة فيكتوريا، أخرجهم بريدي من جديد، لأن الصيد الليلي أكثر شيوعاً. ففي هذه الفترة تنشط التماسيح. أمسكت به؟ لكن الإمساك بها أخطر أيضاً ما فيها. الواقع أن التماسيح تتمتع برؤية ليلية ممتازة تسمح لها برؤية الحيوان المفترس أو الفريسة في نور خافت، إضافة إلى أن تواريها في المياه أو على اليابسة يجعلها خطراً يتهدد حتى صيادي التماسيح الأكثر خبرة. لا تتحركوا، لا يتحركن أحد، إنه يتوجه إلى الجانب الآخر. أضيء الضوء. أمسكنا به. إنه يعود، إنه يعود باتجاهكم. فيما أوقع بريدي التمساح في فخ، يتحرك هذا الأخير بطريقة خارجة عن السيطرة. نتكلم عن الإمساك بنمر من ذيله. هذا مخلوق شرس، هذا تمساح مؤذن وحيوان خطر. توخوا الحذر. يستطيع كل الحراس أن يخرجوا. هذا تمساح عدائي وهو مستاء حقا. يبدو الحراس متوترين في مواجهة حيوان غاضب. سأقول لكم أمرا، قلت لنفسي إنني سأسمح للحراس بالإمساك بالتمساح التالي، لكن هذا التمساح شرس للغاية، وأظن أنني سأحاول تثبيت فكيه. هذا تمساح غاضب، إنه خطر للغاية حين يستند إلى شجرة هكذا. أعطوه بعض المجال، أعطوه بعض المجال، إنه خطر. لا تقتربوا منه الآن، ابقوا هنا. فيما كان بريدي قلقا من أن يؤذي تمساح نفسه بجذع الشجرة، يلوح خطر آخر. الإمساك بتمساح ليس خطرا عليكم فحسب، بل على الحيوان أيضا، لأن هذه الحيوانات تنفق بسهولة بالغة. على الرغم من أن التماسيح مصفحة من الخارج، إلا أنها تعاني نقطة ضعف فيزيولوجية داخلية. إنه يتعب. خلال الجهد الطويل في معركة أو خلال الإمساك به، يكثر الحمض اللبني في مجرى دم الحيوان. تعمل الكمية الكبيرة من الحمض اللبني كسم في جسمه، فتحرمه الأكسجين. يستطيع التمساح المصارع أن ينهك نفسه حتى الموت حقا. ليتل جون، أمسك بهذا الحبل. نعم. على بريدي أن يعلم الحراس أن يتحركوا بسرعة لتثبيت التمساح. لا تسحبه، شد فحسب، لا تسحبه، شد فحسب. لا تلف الحبل حول يديك. أحسنت، أحسنت، نعم يا صديقي، فهو سيمزق يدك. أحسنت. 1 2 3. حسناً، أفلته، أفلته، أفسحوا لنا المجال يا شباب، لنغلق هذين الفكين بسرعة فائقة. هل تستطيعون رفع هذه الأقدام؟ هذا تمساح عدائي للغاية، وأؤكد لكم أنه ذكر. أترك هذا. ليتل جون، تعال وألصق هذا. حان الوقت الآن ليتعامل الحراس مع التمساح. هذا جيد. سأنزل وأترككم تقومون بما تبقى. أنجزت مهمتي. بيك جون وليتل جون، أوثقا القدمين الخلفيتين، ويستطيع شخص آخر أن يوثق القدمين الأماميتين. سأمسك بالمصباح. لا تربط ليتل جون بالتمساح، تذكروا أن ليتل جون ألصق إصبعي بالتمساح.
راقبهم بريدي عن كثب. إن التغاضي عن خطأ هنا يمكن أن يثبت أنه مكلف لدى التعاطي مع آكل بشر من بحيرة فيكتوريا. انظروا، يجب أن توثق هذه الأقدام هكذا. انظروا إلى حجم تلك القدم، هذا تمساح ضخم. يجب أن تلتقي هذه. هذا ممتاز. هذا تمساح رائع. من سيقيسه؟ من طرف الخطم. مهلا مهلا. نعم، لا تدنو من هذه المنطقة الخطرة. طوله حوالي 33 سنتيمترا. لندحرجه بهذا الاتجاه وعلى أحدهم أن يحدد جنسه. لكن حتى إذا بدا التمساح مأمونا لا يمكن التراخي والكف عن الحذر. لا 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 تنزل، لا تنزل، لا تنزل أبدا. لا، إن كنت ستنزل فهو يجب أن يجلس هنا خلفك. قلت لكم إنه يجب عدم ترك شخص واحد على التمساح. صحيح، هذا جيد. لا لا، يجب أن تتمسك به، تمسك به. ليحدد أحد جنسه، ليضع أحد إصبعه في داخله. هل تشعر بوجود عضو ذكري؟ شعرت بوجود أمر في الداخل؟ لا شيء. حسنا، ليفعل شخص آخر ذلك. جون، أمسك بهذا الرأس، سأتحقق من ذلك. إنها أنثى، إنها أنثى كبيرة. ظننت أنها ذكر، كم هي عدائية. لكن هذا تمساح ثقيل، إنه يزن ربع طن. حين نمسك بتمساح مثير للمشاكل ومزعج، علينا في أغلب الأحيان أن ننقله مسافة طويلة إلى شاحنة. بدلا من فك رباط التمساح والسماح له بالعودة إلى الماء، سيحمله الجميع عبر الغابة ويوصلونه إلى الماء في الجانب الآخر، ثم سنطلقه هناك. هيا هيا يا شباب، هنا، أنزلوه. بلغنا الآن الجزء الأخطر من عملية الأسر. حسنا، سأدعو الحراس يطلقون سراحه لأرى أي نوع من التلاميذ أنتم. تذكروا المنطقة الخطرة. الآن عليكم أن تقطعوا هذا وتزيلوه، ثم حالما تطلقون سراحه عليكم أن تحلوه. هل أنتم جاهزون؟ ذكر بريدي بيج جون بأمر أخير وتحذير. ستعد حتى ثلاثة ثم تقفز، وليتل جون من هنا. ستكونان هنا وستفكان رباط الفكين، وآمل أن يسلك هذا الاتجاه. إذا طردكما فاهربا. حسنا، أنت عد يا جون. متى أردتما الذهاب فاسلكا هذا الاتجاه، واضح؟ واحد، اثنان، ثلاثة. هيا جون، جون، تركت الحبل. هذا ممتاز. كلما نزلتم عن ظهر التمساح ولم يلتهم أحد، كان اليوم يوم سعدكم. حذاء أحدهم في الأسفل، هل أضع أحد حذاء؟ أخاف حين أرى حذاء أحدهم تحته. سنسترجع حذاءك بعد قليل. نعم. علم بريدي الحراس كيف ينتهون من إطلاق سراح التمساح. سأديره في هذا الاتجاه وسيتوجه إلى الماء. هل هذا حيوان مدهش أم ماذا؟ لقد نجحتم يا شباب، نجحتم في الإمساك بتمساح كبير وفي إطلاق سراحه. لقد نجحتم، يا للروعة. مهلا مهلا مهلا. جيد، هل استرجعت حذاءك؟ حسنا، أحضرنا حذاءك ولم نخسر رجلا. هذا رائع. نتوجه الآن إلى منطقة المشاكل في بحيرة فيكتوريا التي يخسر فيها الناس حياتهم بسبب هذه التماسيح الكبيرة والعدائية. وكما تعرفون، الإمساك بآكلة البشر هذه أصعب بكثير من الإمساك بهذه الحيوانات في المتنزه الوطني. صباح اليوم التالي بدأت مهمة الإمساك بقاتل. توجه الفريق إلى الجنوب الشرقي منطلقا من شلالات ميرتشسن ليعود إلى قرية نموني على شاطئ بحيرة فيكتوريا، وهو مكان يحدق به الخطر من المياه. على مدى سنوات عاش القرويون في خوف من أكلة البشر التي تظهر فجأة وتهاجم بسرعة ثم تعود لتختفي في الماء. سنستقل الكانو لنتوجه إلى المكان الذي يرى فيه السكان المحليون التماسيح. يشرح بيتر الخطة القاضية بنصب فخاخ مجهزة بطعوم على الماء. بالنظر إلى التوبوغرافيا سيكون ذلك أفضل من صيد الحيوان بعمود مطوق. إن كان موجوداً وأكل الطعم فسيعلق في الفخ. أظن أننا نستطيع الذهاب الآن. حسناً، هيا بنا. بدأ نور النهار يتلاشى.
انطلقوا للإمساك بتمساح عملاق، تمساح أكبر من تماسيح شلالات ميرتشسون وأذكى وأكثر عدائية. ادفعوا القارب. انطلقوا في زوراقين مشابهين لزوارق الصيد التي اعتادت أكلة البشر رؤيتها على سطح البحيرة. إنه النوع نفسه من القوارب التي تعرضت للهجوم في الماضي. ما زال لدينا ساعتان من النهار، سنسرع ونحاول نصب بعض الفخاخ. سننصب قدر ما نستطيع من الفخاخ حول هذه القرية التي تعرض فيها البشر لعدة هجمات مميتة، وهي تأخذ أشخاص من القوارب. نعم، تقلب القوارب ثم تلتهم الناس. نعم، كذلك الشخص الجالس في الخلف، الشخص الأخير يأتي التمساح ويأخذه ويغطس معه. يسعدني أن أكون الشخص الأول. يأخذه ويغطس. من الكنو يرى بريدي سببا مهما يدفع التماسيح إلى أن تصبح أكلة بشر. جرد الناس هذه المنطقة تماما من الفرائس الطبيعية. ما من حيوانات فيها البتة، وهم بالغوا في صيد أسماك البحيرة، لذا ليس للتماسيح أي شيء آخر تأكله باستثناء المخلوقات الأليفة أو الناس. أتوا إلى منطقة شوهد فيها آكل بشر. هنا سينصبون الفخ الأول من أصل 5، ويستخدم البعض تقنية بيتر فيما يستخدم البعض الآخر تقنية بريدي. صقل بيتر تقنية يعم فيها الشرك المغطى بقطع لحم، فيأتي التمساح ويعضه ويعلق فيما يرحل. هذه رئة بقرية وهي قوية الرائحة. كم هذا نتن، لا أستطيع أن أصف لكم الرائحة الكريهة. سنرى، أظن أن التمساح سيؤثر على رئتك البقرية. يبدو هذا حسنا، ليس بجودة الفخ لكن لا بأس به. أحب أن يتدلى طعمي فوق الماء، فيراه التمساح ويقفز ويعضه ويعلق فيما ينزل. جرب بريدي فخ طعم الدجاج للمرة الأولى خلال بعثة استكشافية في الموزمبيق. هذا جيد. حينئذ نجح نجاحا باهرا. أمسكنا بواحد. نعم، لقد نجح الفخ. عرفت أن فخ الدجاج سينجح يا صديقي. إنه على الفك الأعلى تماما حيث يفترض به أن يكون. إذن سنرى ماذا تفضل التماسيح، الرئة البقرية أو دجاج بريدي. في الماضي حين حاولت نصب فخاخ للتماسيح لم أفكر حتى في هذه المنطقة، لأنه ما من شجرة فيها لنربط الحبل بها. هذه نباتات عائمة، لكن بيتر أخبرني أن ربطه بهذه البردي ممكن، وهي قوية بما فيه الكفاية لتحمل تمساحا. نعم، حسنا، سأصدق هذا حين أراه بأم العين. يبدو شهيا. أجل، ولذيذا. بعدما نصبوا فخاخهم عادوا قافلين إلى القرية ليبيتوا فيها، ومروا أمام صياد قديم. إذا رأى التمساح؟ نعم. هذه التماسيح الآكلة للبشر حول هذه القرى شبيهة بالأشباح. لا نراها أبدا في وضح النهار، لا نراها، فهي تظل مختبئة ثم تهاجم بسرعة في الليل. صباح اليوم التالي توجهوا من جديد إلى الزوارق. خرج أحد الصيادين في ساعات الصباح الأولى وعاد حاملا بعض الأخبار السارة، فهو قال إنه ليس في فخاخنا تمساح واحد فحسب بل 2. نحن نستعد لنتأكد من الأمر، سنذهب لنتحقق من الفخ. مع خبر وقوع تمساحين في الفخاخ توجه بريدي والفريق إليها. الفخ الأول هنا، إننا ندنو الآن من الفخ الأول. لا نعرف إن كان تمساح قد علق في هذا الحبل أم لا. إنني أراه، أراه، إنه هناك. فخ الرئة البقرية الأول الذي نصبه بيتر لم يمس، وكذلك فخ طعم الدجاج الذي نصبه بريدي. لا شيء في الفخين الأولين. إننا نقترب من الفخ الثالث، الثالث من أصل 5. أرى الحبل هناك، الحبل أمامنا. ثمة أمر فيه. بما أن السلك مشدود تدفعهم كل الأسباب إلى الاعتقاد بوجود تمساح عند طرف الحبل. سأرفع التمساح وستحاولون أن تضعوا هذا على الفك الأعلى. هذا تمساح ضخم إن كان تمساحا.
يمكن أن تفصلهم لحظات عن اللقاء بآكل بشر غاضب. حذاري. ثم خاب أملهم. مهلا. قطع الحبل، كان هذا تمساحا. علق تمساح في حبلنا وقطعه، وكان ذلك الحبل بالغ القوة. لنتابع طريقنا، لدينا فخان إضافيان، لنذهب ونتحقق منهما. هذا يفطر القلب. لا تتاح لنا فرص كثيرة للإمساك بآكلة البشر العملاقة هذه، وهذا بسبب حجمها الضخم، فهي بارعة في الهرب وتفادي الأسر. توجه نحو فخ آخر من فخاخ الرئات البقرية التي نصبها بيتر. ها هو فخنا في الأمام من ذلك الجانب. هل تراه؟ لم أفعل بعد. هل ترى الحبل؟ في وسط قصب البردي يشعر ليتل جون بشدة عنيفة. إنه هنا. هل يشد؟ نعم. ها هو الفخ، ها هو الفخ. حسنا، وجدنا طرف الفخ، مما يعني أن التمساح على عمق 100 سنتيمتر تحت أيدينا. تمسكوا بذلك الحبل. إنه يخرج، إنه يخرج، إنه هنا. إنه ضخم، أمسكوا به. أحسنت يا بيتر، أحسن. بنظر بريدي وبيتر، تمساح بهذا الحجم آكل بشر. أمسك بريدي بفك التمساح الأعلى الذي كان بطول ذراعه ولمح إلى حجم الحيوان الهائل. ذلك المخلوق ضخم، ولابد أن طوله يبلغ 4 أمتار أو 4.5 أمتار. ما رأيكم؟ 4.5 أمتار. مهلا مهلا مهلا، توقفوا، لا تحتفلوا بعد. لم نمسك بذلك الحيوان، ما زال يستطيع أن يقلبنا. أنتم تضحكون، لكن فكيه ما زالا غير موثقين. يستطيع أن يقلب الزورق، ويستطيع أن يأخذ أحدكم من القارب. مهلا. يضع الصراع الرجال في مواجهة وحش. أمسك الحبل، سوف يهرب. لكن بعكس القصص الخرافية، ليست هذه معركة حتى الموت. أخرجوه. بدلا من ذلك تخاض معركتان. هيا هيا، أولاهما للإمساك بآكل البشر وإغلاق فكيه للحفاظ على سلامة الرجل، والأخرى للحفاظ على حياة الحيوان. شد جيدا. يعرف بريدي أنه كلما طال الصراع ازدادت فرص قتل الحمض اللبني السام للتمساح. هيا أخرجوه، أخرجوه. شد الحبل جيدا، أخرجوه. لا يستطيع بريدي إغلاق الفكين بوجود الحيوان على مقربة من القارب. أبعدوه عن القارب. شدوا جيدا. شدوا الحبل جيدا. لدينا حوالي 12 رجلا وستة حبال. هذا مثير للتوتر، لأن هذا الحيوان بالغ الخطورة. أنا أرتجف تماما، علما أنني عملت مع التماسيح 20 سنة. أحسنتم، جيد. ثبتوه هناك بذقنه على القارب. ثبتوه هناك، لا تدعوه يدور. ارفعوا ذقنه إذا استطعتم حالما يكف عن الدوران. يجب أن ترفعوه وتبعدوه عن القارب. فيما كان رباط بلاستيكي يغلق فكي التمساح على نحو مؤقت، فإن الورق اللاصق أكثر فعالية. ثبتوه هناك، ثبتوه جيدا. أخيرا لم يعد التمساح يمثل خطرا. في القرية تجمع الناس على الشاطئ وهم تواقون إلى سماع خبر الإمساك بقاتل. لكن في البحيرة ما زالت حياة معرضة للخطر. فيما أمسك بريدي وبيتر بآكل بشر في بحيرة فيكتوريا، فإن حياته في خطر. التمساح ضخم للغاية، ونحن بعيدون عن الشاطئ ولا نعرف كيف سننقله، فهو أضخم من أن نجذف لنقله. مرات كثيرة حين نجر تمساحا تمتلئ رئتاه بالمياه ويغرق. لا نريد أن نقتل هذا الحيوان، فهو في 80 أو 90 من العمر. أخرجوه من الماء. 1، 2، 3. لنربط الذيل والرأس بهذا الزورق، ثم سنحمل قاربنا الكبير على قطر زورقنا وسنعيده إلى القرية.
يرى الحراس عن كثب وحشا نشر الرعب على طول شاطئ البحيرة. رمية موفقة. هي قوية بما فيه الكفاية؟ نعم إنها قوية بما فيه الكفاية. ثبت جسم التمساح الضخم بجانب الكنوب، ثم سيقطران إلى القرية. هل هذا محكم؟ فاتنا القسم الأكبر من ذيله، لن يكون طويلا كما يجب. إذن سيكون هذا الثالث من حيث الضخامة. نعم إنه التمساح الثالث من حيث الضخامة الذي أمسك به بيتر، يجب أن نقيسه. في طريق العودة إلى القرية خصصت لحظة للاحتفال. لقد نجحنا، قلت لي إننا سننجح، وأمسكنا به في فخ الرئة البقرية. هذا أمر جيد جدا، أحسنت. نعم إنها تقنية محسنة. أنت تعلمني تقنيات ويفترض بي أن أكون هنا لتعليم الحراس التقنيات. أتعرف أمرا؟ سأعود إلى دياري وسأستخدم الرئة البقرية، فأنا أحبها كثيرا. ينتظرهما استقبال أبطال في القرية. نعم خرج نصف سكان القرية، فهذه لحظة مهمة بالنسبة إليهم. أمسكنا بوحشهم الذي مثل كابوسا لهم. لكن ثمة أعمال أخرى يجب القيام بها. ارفعوه هنا. ندفع بالقارب؟ نعم إلى هنا. نعم. فيما دفع الفريق التمساح إلى الشاطئ ساد الهرج والمرج. نواجه بعض المشاكل الخطرة في السيطرة على الحشود هنا. حسنا، سيستخدم الحراس الآن ما تعلموه وما علمتهم إياه في المتنزه الوطني. سنثبت الأقدام ثم سنحاول رفع هذا الوحش وإخراجه من هنا. بالنسبة إلى القرويين، هذا أقرب لقاء ممكن بتمساح قاتل وهم أحياء. حانت الآن اللحظة التي أحب، سنقيس هذا الحيوان الضخم. إذن لنفعل ذلك، اجلس هنا، سأقيسه. اليد هنا، هنا. أحسنت، ضعها هنا. أحسنت. إنه ضخم جدا بيتر، 4 أمتار و60 سنتيمترا. إنه تمساح ضخم جدا. هذا تمساح عملاق، يبلغ طوله 4 أمتار و50 متر ويزن طنا واحدا. الرائع في دائرة الحياة البرية في أوغندا هو أنهم قرروا أنهم لا يريدون القضاء على هذه الحيوانات المخادعة وهذه التماسيح المؤذية، بل يريدون نقلها إلى مكان آخر. إذن نحن نستعد لوضع هذا في الشاحنة وسننقله إلى منطقة محمية ونعيد إطلاقه. رائع رائع. قبل إعادة إطلاقه في البرية يجب أن يجهز التمساح للرحلة. واصل التقدم، واصل التقدم، ادفع إلى الأمام. انتقلت الشاحنة إلى محطة مؤقتة ساعد فيها بريدي والحراس التمساح على التعافي من عملية الاحتجاز. حسناً، بات الحيوان في الظل الآن. الخطر الأكبر هو الإفراط في الحماوة. لا تستطيع هذه الحيوانات الكبيرة أن تتحكم في حرارة جسمها، فهي متغيرة الحرارة. إنها تتحكم في حرارة أجسامها من خلال التغيرات السلوكية. تستطيع أن تنسل في الماء أو تزحف إلى الظل. ليتل جون، هل لنا بالمزيد من الماء لنسكبه على الحيوان؟ بيتر، هل تصنع شبكة عنكبوت؟ نعم، شبكة عنكبوت كبيرة للغاية. حسنا، سنربطه ليكون بأمان، ثم سنباشر رحلتنا إلى المنطقة المحمية التي سنطلقه فيها. بعد ساعة غادر آكل البشر نمون مع الحراس في طريقه إلى موطن جديد في محمية شلالات ميرتشسن للحياة البرية.